بسم الله الرحمن الرحيم. تمام العاشرة مساء بتوقيت مسقط، نشرة الأخبار من تلفزيون سلطنة عمان. ونستهل النشرة بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بأسلحة قوات السلطان المسلحة. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يرعى حفل افتتاح المتحف الوطني بمحافظة مسقط. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، سمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد يفتتح مشروع الرصيف الإضافي ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة. وبتكليف سام، معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية يرعى الحفلة الختامية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 25. إلى تفاصيل الأنباء. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، ردا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن علي بن حمد الخليفة. ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته برقية جلالته من تعاز ومواساة أخوية، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يديم على جلالة السلطان المعظم موفور الصحة ويجنبه كل مكروه. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها عن بالغ امتنانه لجلالة السلطان المعظم على تهنئته وتمنياته الصادقة لفخامته، سائلا الله عز وجل أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية وأن يحقق للشعب العماني ما يصبو إليه من تقدم وازدهار. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، فأنعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بأسلحة قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع والحرس السلطاني العماني بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. رعى المناسبة معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعسكر بيت الفلج، حيث قام معاليه بتقليدهم ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني تقديرا لإخلاصهم في خدمة وطنهم وتفانيهم في أداء الواجب المقدس. وهنا معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع الضباط والأفراد بهذا الإنعام السامي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء لرفعة هذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. رعى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم حفل افتتاح المتحف الوطني بمحافظة مسقط تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 45 المجيد. ويعد المتحف مشروعا حيويا للمحافظة على مكنونات التراث العماني والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وثقافة وفنون السلطنة بكافة تجلياتها. في مقابل قصر العالم العامر يقف المتحف الوطني والذي افتتح رسميا مستنطقا التاريخ العماني بأكثر من 7000 مفردة تراثية تتوزع بين اللقى الأثرية والصناعات الحرفية والمخطوطات والوثائق وغيرها، كما يحاكي البيئة العمانية عبر تصاميم مميزة. هذا إنجاز يشرف،
كما نعلم أنه المتاحف هي مرآة تعكس تاريخ وتراث كل بلد، ولله الحمد أنه الجهود اللي بذلت في هذا المتحف في الواقع قد أثمرت، وقد وفقوا في إخراجه بالشكل الذي يليق بتاريخ عمان وتراث الخالد. التراث والتاريخ لا بد من إبرازه، من لا يبرز تاريخه وتراثه ينسى، وبالتالي نحن لا بد أن ندفع بهذا الجانب دائما. أود أن أشكر صاحب السمو السيد هيثم ومجلس الأمناء وكافة من شارك في هذا الإنجاز الكبير، وهو إنجاز يستحق التقدير لا شك، وأن نشكر كافة المواطنين الذين ساهموا بمقتنياتهم في هذا المتحف. وفي نفس الوقت نحث أيضا كل أبناء هذا البلد من لديه مقتنيات يرى أنها ممكن إبرازها من هذا المتحف، نرجو ألا يبخلوا بها على هذا المتحف، هو متحف للجميع، لكل مواطن يعيش على هذه الأرض. يتعدى المتحف كونه مكانا لعرض المقتنيات الأثرية إلى مزار تعليمي تفاعلي يقدم مادة تاريخية بتقنيات عرض حديثة تتوزع بين الشاشات التفاعلية وقاعة العرض السينمائي عالية الجودة، فضلا عن احتوائه على أول مركز للتعليم المتحفي في السلطنة وأول متحف في الشرق الأوسط يقوم بتوظيف رموز بريل العربية في سياق التفسير المتحفي. بالنسبة لأبنائنا هذا يعتبر مدرسة تثقيفية للجيل الجديد، ويعني ويعتبر للزائر أيضا أنه يعرف تاريخ هذا البلد وتراثه وحضارته وصلاته مع باقي دول العالم، وبالتالي يعني المتحف فيه كذا رسالة. الشيء الآخر، يعني عمان لا شك أنجبت العلماء والأدباء والمفكرين، وبالتالي يعني عندنا إرث حضاري كبير ونعتز به، وهذا طبعا شيء مفخرة. 15 قاعة متحفية يضمها المتحف الوطني تبدأ بقاعة الأرض والإنسان وتنتهي بقاعة عصر النهضة. تركز الضوء على أسرة البوسعيد وتغطي حوالي ما يربع 250 عام من تاريخنا الحديث. من أهم مقتنيات ومحتويات هذه القاعة أول كرسي لجلوس المقام السامي في عام 1970، المصحف الخاص للسلطان السيد تيمور البوسعيدي، إضافة إلى المقتنيات السلطانية. في ختام الحفل قام صاحب السمو راع افتتاح المتحف بتسجيل كلمة في سجل الزيارات الرسمية قال فيها: إن حاضر عمان المشرق موصول بماضيها العريق الذي شهد دورها الرائد في نشر العلم والمعرفة ومد جسور التواصل مع كافة الحضارات الإنسانية، وإنه ليشرفني رعاية افتتاح متحف عمان الوطني الذي يجسد اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله بإبراز معالم الحضارة العمانية وتراثها الخالد الذي خلفه الأجداد عبر حقب التاريخ المتعاقبة، وقد توجت تلك المرحلة بما تحقق لعمان في نهضتها الحديثة بفضل قيادة جلالته المستنيرة. جولة في أروقة التاريخ العماني يوفرها المتحف الوطني بمختلف أقسامه وقاعاته ومقتنياته القيمة، والذي سيفتح أبوابه للزوار بشكل عام في إبريل من العام القادم. سالم بن عبد الله الرحبي، مسقط.
بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، رعى صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد حفل افتتاح مشروع إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة بمحافظة ظفار. المشروع الذي بلغت تكلفته 55 مليون ريال عماني يشتمل على إنشاء الأرصفة بجميع التجهيزات اللازمة ومرافق داعمة من مباني وخدمات أساسية متكاملة، نظرا لتنامي حركة الاستيراد والتصدير وخدمة الصناعات التحويلية. بتكليف من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد حفل افتتاح مشروع إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة بمحافظة ظفار، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص وشيوخ وأعيان المحافظة. وقد اشتمل الحفل على عدد من الفنون العمانية المغناة التي تعبر عن مدى فرحة الجميع بهذه اللبنة التي أضيفت إلى صروح البناء في الوطن الحبيب. طبعا الرصيف الجديد هو خاص بالبضائع العامة، توجد هناك محطة للبضائع العامة في ميناء صلالة كجزء من الميناء، في حين توجد هناك محطة الحاويات اللي هي بحجم استيعاب أكثر من 5 مليون حاوية. محطة البضائع العامة وبالتحديد الرصيف الإضافي سيضيف لنا حجم استيعاب إضافي، مما نستطيع أن نجذب استثمارات جديدة، مما نستطيع أن نزيد من الفعالية والإنتاجية، مما أيضا نستطيع من خلاله أيضا عملية أيضا إضافة زبائن وإضافة شركات تستطيع أن تستغلال هذه المرافق التي هي من الطراز العالمي فعلا. ويعد إنشاء الرصيف الإضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات، والتي يعول عليها اقتصاديا باستقطاب مختلف السفن العابرة للمحيطات. يحظى قطاع المواني بأهمية كبيرة في خطط وبرامج وزارة النقل والاتصالات التي تسعى إلى تطوير أداء المواني بالسلطنة، بما يمكنها من الإسهام بدور اقتصادي فاعل في التبادل التجاري. يعد افتتاح مشروع رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصيف المواد السائلة إنجاز آخر يضاف إلى المنجزات التوسعية في ميناء صلالة الحيوي. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. بالتكليف سام من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، رعى معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الحفل الختامي لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 25. الحفل اشتمل على تكريم الفائزين بالمستويات 6 للمسابقة، والبالغ عددهم 18 فائزا. لم يتجاوز عمرها 3 سنوات، جنة طفلة وسط الجمهور سجلت حضورها لتستلم التكريم بعد أن حفظت أجزاء من القرآن الكريم. فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولم تكن جنة وحدها ضمن المكرمين، فهناك أروى وريان وسالم فازوا بمراكز متقدمة ضمن 6 مستويات رغم أن أعمارهم صغيرة. أشكر معلمات الذي ساعدني في الحفظ، وقد ختمت 8 أجزاء من القرآن الكريم. حفظت جزئين من القرآن وفزت بالمركز الثالث. أشكر معلماتي لأنهن حفظوني.
مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 25 فاز بالمركز الأول فيها على المستوى الأول بحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد عبد الله بن خليفة الصبيحي من مركز سناو. المركز الثاني على المستوى الأول فاز به نهيل بن راشد النعيمي من مركز البريمي، فيما فاز بالمركز الثالث على المستوى الأول محمد بن أحمد الغزالي من مركز الخوير. أشكر القائمين على هذه المسابقة التي لها فائدة كبيرة، حيث إني أشجع جميع أقراني وإخوتي على المشاركة في مثل هذه المسابقات لأنها تعين على الحفظ وعلى تثبيته. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لنيل هذا المركز المتقدم، وأقول بأن حفظ القرآن الكريم سهل ويسير بدليل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 6 مستويات تنافس فيها الأفراد ذكورا وإناثا من مختلف محافظات السلطنة، وبعد الفوز ها هي النتائج أعلنت لجميع هذه المستويات. أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا البلد وفي أهله، وأن يوفقهم للسير قدما في طريق القرآن وطريق الإسلام والمحافظة على قيم الدين والاطلاع بأمانة الله تعالى بجدارة وبحق وتحقيق المنجزات العظيمة في ظل الإسلام الحنيف الذي يؤلف ولا ينفر ويجمع ولا يفرق ويهذب النفوس ويقوم الأخلاق، إنه تعالى على كل شيء قدير. نشأت مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بتوجيه من جلالة السلطان المعظم، وتعد مكرمة لأبناء شعبه وإيمانا بأهمية الكتاب الكريم كونه دستور هذه الأمة. بهذا التكريم إذن اختتمت مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 25. إبراهيم بن سالم الهادي من جامع السلطان قابوس الأكبر بمحافظة مسقط. وإلى الأخبار العربية والعالمية ضمن هذه النشرة، والبداية في اليمن التي يبدأ فيها سريان هدنة لوقف إطلاق النار بعد منتصف هذه الليلة، تمهيدا لانطلاق مشاورات السلام جنيف 2 بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا برعاية أممية. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام محلية ومصادر يمنية مقتل 2 من الضباط العسكريين من السعودية والإمارات في هجوم صاروخي باليمن. وفي محافظة تعز قتل 11 مسلحا وجرح 16 آخرون من الحوثيين والقوات الموالية لها في قصف شنه طيران التحالف العربي على مواقع تمركز المسلحين شمال وغرب تعز، فيما قتل مدني وجرح 17 آخرون جراء قصف للحوثيين على أحياء بالمحافظة. حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من خطورة الوضع الإنساني في سوريا، ودعا المسؤول الأممي الذي أنهى زيارة لسوريا إلى إيجاد حل سياسي وتأمين وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، معربا عن حزنه لسقوط العشرات من المدنيين في الهجمات العشوائية أمس بسبب قذائف الهاون التي سقطت على دمشق والغارات الجوية التي يشنها الطيران السوري على مدينة دوما بريف دمشق. وعلى صعيد آخر، أكد أوبراين أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في حمص بين الحكومة السورية ومسلحي المعارضة الأسبوع الماضي ساهم في إيصال مساعدات إغاثية ضرورية للسكان، مشيرا إلى أن الوضع ما زال هشا. سحبت تركيا بعضا من قواتها من معسكر في العراق حسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أيام من طلب للحكومة العراقية بمغادرة القوات التركية لأراضي العراق. وكانت أنقرة قد نشرت قوات بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق بهدف تدريب القوات الكردية، لكن وصول قوات تركية في وقت سابق من الشهر الحالي أثار حفيظة الحكومة العراقية، ما دفع أنقرة إلى وقف نشر قوات إضافية.
وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية أن أحد حراسها أطلق النار على فلسطيني اقتحم بسيارته موقف حافلات في القدس فأصاب 9 أشخاص. في السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحام 100 المستوطنين لضريح بمدينة نابلس تحت حراسة قوات الاحتلال. من جهة أخرى، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا في الخليل ونابلس بالضفة الغربية، بينهم 4 أطفال. التحديات التي تفرضها العمليات الإرهابية الأخيرة في أوروبا كانت في مقدمة المواضيع التي بحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري في بروكسل. الوزراء الأوروبيون أفردوا كذلك مساحة واسعة لمناقشة جهود دفع خطة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وفق خارطة الطريق الليبية التي حظيت بدعم دولي خلال اجتماع روما. خارطة طريق ليبيا على طاولة الاتحاد الأوروبي، حيث تمحورت مناقشات وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل حول جهود دفع خطة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة. فيما يتعلق بليبيا، أعتقد أن اجتماع روما أظهر درجة عالية من التوافق والوحدة والتنسيق في صفوف اللاعبين الدوليين. لدينا خطة ذات ملكية ليبيا تامة، ونستطيع دعمها بمجرد أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي تحدثت عنه موغريني وتعهدت الدول التي شاركت في اجتماع روما على دعمه اقتصاديا وأمنيا، نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون 40 يوما، وتشكيل مجلس رئاسي من شأنه أن يعين حكومة تشمل رؤساء البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. غير أن هذا الاتفاق يتطلب توافقا داخليا بين الليبيين ليدخل حيز التنفيذ. رأينا مع شركائنا في روما عزما شديدا على الاجتماع في المغرب للتوقيع على الاتفاق. من المهم أن يتم التوقيع من قبل عدد كبير من الممثلين للشعب الليبي، لأن الشرعية تأتي من المجتمع الدولي، ولكن يتعين أيضا أن تأتي من الداخل الليبي. هذه فرصة أيضا لبحث موضوعات مترابطة حول كيفية التعاطي مع التهديد الإرهابي هنا في أوروبا، وكيفية المضي قدما في حملتنا ضد داعش في العراق وسوريا. وكانت فرصة لمراجعة كيفية عمل الاتحاد الأوروبي مع تركيا كشريك استراتيجي في جميع هذه المناطق. وفي حال تنفيذ خارطة الطريق الليبية، فإنها ستمنح الليبيين فرصة حتى مطلع فبراير المقبل للبدء في عملية لإعادة البرلمان من طبرق إلى طرابلس، ثم السعي إلى مساعدة أمنية من شركاء بالخارج لتخفيف حدة الصراع والتركيز على مواجهة تنظيم داعش، والذي حظي بدوره بنصيب وافر في الاجتماع الأوروبي، خاصة بعد التهديدات الأخيرة التي شكلها لدول الاتحاد. العاشرة مساء مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها ولكن بعد قليل. الملتقى الثاني للمؤرخين الموسيقيين العرب يبحث في مسقط تاريخ الموسيقى العربية في كتابات الأجانب. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بأسلحة قوات السلطان المسلحة.
سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يرعى حفل افتتاح المتحف الوطني بمحافظة مسقط. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، سمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد يفتتح مشروع الرصيف الإضافي ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة. وبتكليف سام، معالي الشيخ وزير الأوقاف وشؤون الدينية يرعى الحفلة الختامية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 25. أهلا بكم مجددا. استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية كان في مقدمة مباحثات معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني مع سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة. كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. كما بحث معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني مع سعادة السفير محمد صالح العجوزي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى السلطنة العلاقات الثنائية بين السلطنة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. وتطوير العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية الصومال جاء في مقدمة لقاء معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني مع سعادة السفير عبد الرزاق فارح علي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية المعتمد لدى السلطنة. تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. بحث مجالات التعاون في المجال البرلماني وسبل تطويرها بين السلطنة والعراق أهم ما تناوله لقاء معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة مع معالي الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي. تم خلال اللقاء أيضا استعراض العلاقات الثنائية وبحث تعزيز أطر التعاون وفتح مسارات جديدة لا سيما في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. ودعم التعاون التشاوري بين السلطنة والعراق في كافة المجالات التشريعية والرقابية كان محور جلسة المباحثات الرسمية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي. ترأس الجلسة من الجانب العماني سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ومن الجانب العراقي معالي الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب. جلسة المباحثات البرلمانية بين الجانبين العماني والعراقي تناولت العديد من المجالات التشريعية والرقابية التي تهم السلطنة وجمهورية العراق الشقيقة. احنا قادمين الى سلطنة عمان ويحدونا الشعور العميق بمقدار الحكمة اللي تمتلكها السلطنة ممثلة بقيادتها صاحب الجلالة وحكومتها و ممثلي شعبها، واحنا ايضا حريصين على ان نفتح افاق التعاون وبناء العلاقه المشتركه. وخلال الجلسه قدم سعاده رئيس مجلس الشورى نبذه عن اليه المجلس ولجانه الدائمه وعضويته ومشاركاته في الاتحادات العربيه والدوليه، والدور الذي يقوم به المجلس في مناقشه القضايا التي تهم المجتمع من خلال الوسائل والطرق والادوات التشريعيه والرقابيه الممنوحة للمجلس. مؤتمر البرلمانات الإسلامية المزمع أن يعقد في بداية العام القادم في بغداد، وهو لأول مرة خلال هذه المرحلة اللي راح يناقش قضايا تتعلق بأمن واستقرار المنطقة وإرادة الشعوب وضرورة تجسيدها. من جانبه تحدث معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق عن النظام النيابي في مجلس النواب الذي يتكون أعضاؤه من كتل برلمانية، وعن الإنجازات التي حققها في الجانب التشريعي وسن القوانين التي تهم المواطنين في العراق. مجلس النواب العراقي تجربته حديثة في قضية التشريع وفي قضية الرقابة
وهو يختص بهاتين المهمتين بشكل رئيسي، فضلا عن إقرار قانون الموازنة المالية في كل عام. نحن يهمنا جدا أن نتواصل مع السلطنة على أكثر من صعيد. هذه العلاقة الثنائية التشريعية البرلمانية هدفها توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانين وبين السلطتين التشريعيتين، ونعتقد بأن السلطنة اليوم تمثل واحة أمن واستقرار، وتجربتها قابلة للاقتباس والاستفادة. وعلى هامش الزيارة قام معالي الدكتور رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له بزيارة إلى مبنى مجلس عمان، اطلع من خلالها على قاعة جلسات مجلس الشورى وقاعات اللجان الدائمة. زيارة معالي الدكتور رئيس مجلس النواب العراقي لمجلس الشورى والوفد المرافق له تأتي في إطار التباحث في مختلف جوانب البرلمانات التشريعية، وكذلك الأمور المتعلقة بالقضايا الرقابية والتي تشرف عليها البرلمانات العربية. سيب بن خلفان الكندي من مجلس عمان بمحافظة مسقط. بمناسبة يوم القوات المسلحة الذي يوافق 11 من ديسمبر من كل عام، أقام متحف قوات السلطان المسلحة معرض سيرة قائد ونهضة وطن. المعرض حوى صورا ضوئية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، مشتملة على جانب من الزيارات السامية وتفقد جلالته رعاه الله لعدد من المواقع العسكرية ورعايته السامية لعدد من الاحتفالات الوطنية والعروض العسكرية وغيرها من الصور الضوئية التي تحكي مسيرة العطاء السامي. وقد شارك في المعروضات رسامون وفنانون من منتسبي أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني والخدمات الهندسية. رعى افتتاح المعرض معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع. أما الآن مشاهدينا فننتقل بكم إلى أهم الأخبار الاقتصادية، يوافيكم بها الزميل خلفان بن سعيد العامري. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. السلام عليكم، أخبار الاقتصاد وتتابعون. منتدى شراكة يناقش تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط من خلال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. انخفض معدل سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم ليصل إلى 33 دولارا و55 سنتا للبرميل، وسجل خام برنت انخفاضا بنسبة 3.4% ليصل إلى ما دون 37 دولارا للبرميل بحجم تداول أقل من 50 سنتا، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون 35 دولارا للبرميل. وتهبط أسعار الخامين بشكل يومي منذ أن تخلت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في الرابع من ديسمبر عن سقف إنتاجها. وهبط الخامان خلال جلسات تعامل الستة الماضية بأكثر من 13% وسط مخاوف من تخمة المعروض. تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط من خلال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهمية النهوض به من خلال المنابر الإعلامية من أبرز ما تم مناقشته في أعمال منتدى شراكة الذي ينظمه صندوق تنمية مشروعات الشباب. رعى افتتاح أعمال المنتدى معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. حتى تتعافى أسعار الذهب الأسود، يبقى الدور القادم على وسائل الإعلام لفرض قوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخل القومي. تأكيدات ذهب إليها المشاركون في أعمال منتدى شراكة بنسخته الأولى. ومن هنا نطالب يعني الخطاب الإعلامي بالتجديد، وأن يكون خطاب واقعي وصريح ويلتزم بثقافة الأرقام، حتى لا تكون عبارة عن خطابات وكلام إنشائي. وبالتالي المرحلة القادمة تتطلب الكثير، يعني هي مرحلة اقتصادية بالأساس. إلى أي مدى كان للإعلام الإلكتروني مسوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ تساؤلات أجاب عليها العديد من رواد الأعمال بأنها وسيلة تصل إلى الجمهور بأقل الأثمان ودون جهد يذكر. من جانب آخر ذهب الحديث إلى دور وسائل الإعلام
الأعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية في نقل واقع وقضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهمية النظر إليها بوعي كونها الاقتصاد القادم. الأعلام له دور كبير في الترويج والتسويق لمنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أيضا في مناقشة التحديات والهموم التي يواجهونها، وكذلك إطلاع المجتمع على كل ما يهم هذه المؤسسات. الإعلام عنده دور كبير في إبراز إنجازات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي إبراز رواد الأعمال الناجحين، وإبراز قصص النجاح. والفرق بين المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة أنه يجب هناك في تنوع في إبراز الجوانب المختلفة، سواء في الإعلام المقروء أو الإعلام المسموع أو الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. الاقتصاد يشير إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبوصلة الحكومة تتجه إليها، في حين يصل سعر برميل النفط إلى 33 دولارا. رواد الأعمال أكدوا على أهمية دور الإعلام خلال المرحلة المقبلة، في وقت تعمل فيه الحكومة على وضع الاستراتيجيات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر الدخل القومي بعيدا عن قطاع النفط والغاز. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. نحن في أوربيت نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. ألقت التراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية بظلالها سلبا على أسواق المال الخليجية، حيث سجل سوق دبي المالي أكبر تراجع منذ بداية العام بنسبة 23%. تأثرت أسواق المال الخليجية بشكل واضح بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية، خاصة أن 70% من هذه الدول تعتمد على إيرادات النفط، فتراوحت الأسواق بين ارتفاع وانخفاض، وربما تشهد مزيدا من الانخفاض في الجلسات المقبلة. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزج برنت قد سجلت تراجعا الأسبوع الماضي بنسبة 11.8%، ويعتبر أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2008. كانت التراجعات في الأسواق متأثرة بتراجعات في أسعار النفط التي نزلت إلى في حدود 35 دولار للبرميل، خاصة بعد اجتماع أوبك الذي لم يسفر عن أي جديد بخصوص التحكم في كمية العرض الموجودة حاليا في السوق، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه قمة المناخ بالتوجه إلى الطاقة النظيفة خلال الفترة والسنوات المقبلة. وتشير الإحصائيات إلى أن أكبر الخاسرين منذ بداية العام سوق دبي بنسبة 23%، يلي سوق الدوحة بنسبة 21%، ثم بعد ذلك السوق السعودي بنسبة 18%، وسوق أبوظبي بنسبة 15%. ننتظر كذلك بداية نهاية العام مع بداية ظهور النتائج المالية، أتوقع أن ممكن أن تؤدي إلى حدوث أي تغييرات إيجابية نوعا ما إذا ظهرت نتائج إيجابية في الأسواق. فيما أفاد مراقبون ومتابعون لحركة أسواق المال العالمية أنه لا بد من ظهور أخبار إيجابية ومحفزات جديدة، وذلك لدعم الأسواق إلى الصعود، خاصة مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات هي الأدنى منذ 3 سنوات. غياب المحفزات مع استمرار غياب ضعف أداء الأفراد أدت إلى استمرار هذا التراجع الحاد. الأسواق المالية الخليجية في انتظار البيانات المتعلقة بالموازنات العامة للدول لعام 2016، بالإضافة إلى الأرقام الفعلية التي حققتها الدول خلال عام 2015. سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. هذا وعزى المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية في تصريح خاص لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان انخفاض سوق مسقط للحالة النفسية للمستثمرين، مؤكدا أن أداء الشركات بالسوق جيد. حالة نفسية سائدة
يعني هي متغلبة على أذهان المستثمرين، وبالتالي هو الخوف، وإلا أسعار الأسهم الحقيقة جاذبة، أداء الشركات متميز، الأسعار السائدة والعائد عليها حاليا مشجع، ولكن الحالة النفسية هي التي حقيقة تغلب على تفكير المستثمر، وبالتالي نرى هناك عزوف. هذا ليس مقتصر على سوق مسقط الأوراق المالية، هذه الحالة السائدة في المنطقة، منطقة الخليج، وكذلك في كثير من دول العالم. حذرت ندوة المعرفة للصيرفة الإسلامية من أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط لا يزال يهدد استقرار المنظومة المالية في العالم أجمع، وأن السلطنة ليست بمعزل عن ذلك. وأكدت الندوة أن الفرص الكامنة أمام أي صناعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأداء الاقتصادي داعية إلى تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص التي يطرحها قطاع الصيرفة الإسلامية. ندوة المعرفة للصيرفة الإسلامية ترسم خطة لتعزيز النمو المستدام للقطاع في السلطنة، وتعقد هذه الندوة للعام الثاني على التوالي بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها المشهد الاقتصادي الحالي، واستكشاف المزيد من الفرص الطموحة للارتقاء بهذه الصناعة الحيوية. الصيرفة الإسلامية أكيد لها دور فعال جدا، خاصة بهالظروف هذه، لأنه جزء من دور الصيرفة الإسلامية هو النمو المستدام وليس الريع. وتسعى السلطنة إلى تنويع مصادر الدخل لديها وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز وطرح العديد من الحلول المبتكرة واستثمارها في عدد من الصناعات الناشئة التي تشمل قطاع الصيرفة الإسلامية. نحن في مرحلة تحدي وليس خطر. وجود اقتصاد نمى في الفترة الماضية نمو كبير، وخلق أدوات جيدة، وخلق عنصر بشري قادر يتعامل مع هذا الفرص مع الخبرة المتراكمة. لا شك أنه أقدر على التعامل مع هذا التحدي مما كان عليه في الماضي. الندوة كشفت أن الأصول المصرفية الإسلامية بلغت عالميا ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي، وتوقعت بأن يؤدي هذا النمو إلى تسارع وتيرة التوسع العالمي في هذا القطاع. لاحظنا أن عمان قدرت تستقطب هذا القطاع، واعتقد أيضا أن كونها دخلت في تعديل تشريعات لتخلق بيئة للتمويل الإسلامي، أنها إن شاء الله بتكون يعني لاعب رئيسي في هذا القطاع. لقد ظل وضع القطاع المصرفي في السلطنة متينا في ظل تنظيم ورقابة محكمة من قبل البنك المركزي العماني، حيث تتمتع المصارف العاملة بالسلطنة بمؤشرات مالية مرتفعة من حيث جودة الوصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وبالنسبة للسلطنة فإن آخر الأرقام تشير إلى أن السوق العمانية اليوم تضم بين جنباتها بنكين إسلاميين متكاملين وستة نوافذ إسلامية في عدد من البنوك التقليدية، بحيث وصل عدد منافذ الصرفة الإسلامية إلى حوالي 50 فرعا على مستوى السلطنة، إلى جانب إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية. ندوة المعرفة للصيرفة الإسلامية دعت في ختام أعمالها إلى تضافر جميع الجهود الفاعلة في القطاعين العام والخاص من أجل الدفع بعجلة نمو هذه الصناعة في السلطنة. أحمد بن عبد الله الندابي، مسقط. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكرم متابعتكم، وعود إلى قيس وعيد. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا خلفان، وأهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. لتوثيق تاريخ الموسيقى العربية ومناقشة دراسات وبحوث العلماء العرب عن الموسيقى، نظم مركز عمان للموسيقى التقليدية التابع لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الملتقى الثاني للمؤرخين الموسيقيين العرب. الملتقى والذي جاء بعنوان تاريخ الموسيقى العربية في كتابات الأجانب نقد وتحليل، سوف يركز على تصحيح ما كتبه الأجانب عن تاريخ الموسيقى العربية. الموسيقى العربية وتاريخها المزدهر منذ العصر العباسي أضحت اهتمام الكاتب الأجنبي
ليدخل فيها معلومات خاطئة عن حقيقة تاريخ الموسيقى العربية. يا بنيتي يا حياتي زاد الماضي عيونك. الملتقى الثاني للمؤرخين الموسيقيين العرب يعد مظلة تصحيح وتوثيق للتاريخ الفن الموسيقي العربي. الذين صنعوا التاريخ تركوا غيرهم يسجلوا التاريخ، ولهذا الأوروبيين المستشرقين الذين لهم في نفوسهم غرض كتبوا على أهوائهم. ملتقى اليوم بالنسبة لعمان، بالنسبة لنا كلنا، بالنسبة للعرب بصورة عامة، هي أن المؤرخين العرب لابد وعلماءهم في المجالات العامة وخاصة مجالات الموسيقى لابد أن يكتبوهم تاريخهم. الملتقى يستضيف عددا من علماء ومؤرخي موسيقى العرب، ومن مهامه الرئيسية تجميع كتابات الأجانب عن الموسيقى العربية وتحليلها ونقدها، ثم إعداد خطط ووسائل محكمة لإعادة ما كتبوا عنها من أجل توثيقها للأجيال القادمة. إن المجمع العربي للموسيقى منذ سنوات طويلة ما فتئ يصدر التوصية بعد التوصية حاثا المنتمين إليه والأوساط المعنية في البلاد العربية على الشروع والانطلاق في عملية كتابة تاريخ الموسيقى العربية. السلطنة تقدم دور تشجيعي وتحفيزي للمحافظة على التاريخ والتراث الموسيقي العربي، ولعل هذا الملتقى الذي يعقد في السلطنة للمرة الثانية على التوالي خير برهان على ذلك. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بأسلحة قوات السلطان المسلحة. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يرعى حفل افتتاح المتحف الوطني بمحافظة مسقط. بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم، سمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد يفتتح مشروع الرصيف الإضافي ورصيف المواد السائلة بميناء صلالة. وبتكليف سام، معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية يرعى الحفلة الختامية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم 25. نشرتنا انتهت، إلا أن الأحداث حول العالم لا تنتهي. دمتم في أمان وسلام. في أمان الله.